اهلا وسهلا بيكم. النهاردة هكلمكم عن تجربة جميلة جدا. التجربة دي هتخلي جميع الببغاوات اللي عندك تتكلم بدون ما تتعب نفسك، بدون ما تتكلم، بدون ما تكرر اي كلمة. كل الحكاية لو انت عندك، يعني حتى لو عندك 100 ببغاء، حتى لو كانوا يعني ايه مختلفين، يعني اجناس مختلفة او انواع مختلفة، يعني مثلا ذكور او اناث او ببغاء الدره او ببغاء الكاسكو او مكاو او الامازون، ايا كان نوعه، انت هتستطيع ان انت تعلم الببغاوات دي كلهم الكلام بسهوله خالص. انت هتجيب تلميذ واحد او هتجيب ببغاء واحد هتعلمه الكلام، وبعد كده هتخليه هو اللي يعلم الكلام، هتخليه هو اللي يقوم مقام المدرس، مقام المسجل. يعني انا قمت بهذه التجربه، كانت تجربه رائعه جدا، انني علمت ببغاء بعض الكلمات، واستطاع الببغاء دوت ان هو يردد الكلمات دي مباشره. فحطيته في وسط ببغاوات، وبعد فتره وجدت ان كل الببغاوات بتتكلم نفس الكلام، مع انهم يعني لم يتم تاكيلهم تاكيل يدوي، لم يتم تروضهم، لم يتم تشغيل المسجل لتكرار الكلمه، ومع ذلك كلهم جميعا تكلموا نفس الكلمات التي لقنهم بها الببغاء الذي يتكلم. يعني انت لو عندك ببغاء واحد بس بيتكلم هيعلم آلاف مؤلفة من الببغاوات الكلام. الببغاوات حيوانات اجتماعية، وطبعا هو على طول بيتكلم، حتى طبيعي كده في الصباح كده بيكرر الكلمة، فكله طبعا هيبدأ يقلده. وده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش تدعموا القناة بالإعجاب والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى الضغط والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.